انا جاهز. خد بالك دي سخنه. الليمونه فين قلت لك عليها؟ يا جماعه انا عايزكم تشوفوا هي يعني من غير ملح خالص التسبيكه. لا يعني شوفوا شكل الحاجه. تيك كير بليز. خد بالك خد بالك. دي من غير ملح، هذا عشان فص ليمون عشان هي من غير ملح. ماشي. فص ليمون بس. ودو تيك ليمون. تحب تاخد ليمون؟ مفيش ملح؟ مثالي. ممتاز ممتاز. عصرت لك حته ليمون. حلو قوي. استنى ادالك ليمون بس عشان تشدك قوي. اي نيد مور ليمون. طعام الاكله دي شباب اكله كوريا. يو هاف اكله كوريا لايك ذيس؟ في اكله كوريا عندكم شبهها؟ سوكوري تان. اسمها سوكوري تام. سوكوري تام. عندنا هنا اسمها شوربة عمرو أديب اللي تخليك زي الخطيب. اه. ايه السوب؟ شوربة عمرو أديب. اتس بيوتيفل. فيري نايس. ممتازة، جميلة. دي بوت ا لوت اوف هيربس. وضعوا أعشاب كتير. ده هو المنبر يلا. هو هو كان يو ميك ات. علي النار حمد المنبر. ممكن تعمل بتاخد وقت كتير الشوربه دي عشان تحضرها؟ اكيد عشان تاخد وقتها على النار كويس، ده السر اكيد. دونت ويست يور تايم ان سوب. ما تضيعش وقتك في الشوربه. ما تضيعش وقتك في الشوربه.